السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى كل شيء يكون بخير ولا خير في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نعدل لكم واحد الدويره خفيفه لمدينه المضيق، المدينه اللي كتواجد بين الفنيدق وتطوان. نتمنى يعجبكم الفيديو. بدايه بديتكم من الراس ديال المضيق اللي هو المرسى الميناء كما كتشوفوا معنا. هذا هو ميناء مدينة المضيق اللي فيه شوية الحوت، ومرحبا بالجميع. بالنسبة لواحد القبة كتبان لكم بيضاء الفوق، هذيك اسمها كودية الطيفر، معروف هنايا مدينة المضيق. البحر الهادئ كما كتشوفوا، بحال الصيف بحال الشتوى، البحر دائما طاسة كما كنقولوا حنايا، طاسة يعني هو هادئ، يعني ما فيش المواج بزاف، عليها المدينة كيبغيوها الكبار والصغار.
شوفوا الجو سخون بزاف حتى الوليدات الصغار ما قدروش يصبروا ويدخلوا في وسط الماء. هانتوما انا جيت نصور لكم البحر عن قريب كيفاش هو غزال. ما كرهتش صراحه نزيد نصور لكم حيت المدينه باقي فيها ما يتشاف، ولكن كاين بزاف ديال الناس ما تحتليش الفرصه ان ناخذ راحتي في التصوير. هنا غادي نسالي الفيديو ديالي. تهلا في راسكم بزاف الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش اذا عجبتكم القناه او عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. مع السلامه.